السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم مزيانه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد معايا واحد جوج ضياف، معنا سي براء وسي ريان. هذه كفكره هكا لبغيتو توجدوا مع وليدكم شي حاجه في الدار، غادي نوجدوا ان شاء الله واحد دي كوكيز غير بالدقيق ماشي ديال الشوفان. غادي نخليكم دابا مع المقادير، شكون غادي يعطينا المقادير؟ باش براء قلنا المقادير، قولي لنا شنو غنديرو، شنو هذا؟ دقيق. اها، جوج كيسان ديال الدقيق، ديال العنبة، ونص كاس ديال السكر عادي. ثاني دا، ونص كاس ديال اش؟ ديال سكر ماغون، سكر ماغون والسكر الأسمر. وهنايا عندي واحد خمارة ديال 8 غرام، واحد البيضة، واحد البيضة بيضة، وغنحتاج واحد المعلقة صغيرة ديال لافاني، إما هكا ولا السائلة. وعندي شحال 100 غرام ديال اش؟ زبدة، ديال الزبدة تكون بحرارة ديال الغرفة، ولا شوكولا. شوكولا عندي هنا، شوكولا مقطع هكا طريفات. وعندي تقريبا واحد الحفينة ديال اش برا؟ قرقع أو اللوز هكا مهرمش. ممكن ديروا غير وحده فيهم، ممكن ديروهم بجوج، ممكن ديروا غير الكاوكاو مثلا. هنا غادي ناخذ واحد البول، غادي نديروا 6 100 غرام، غادي نديروا معاها نص كاس ديال السكر سنيده هادي هادي سكر او سكر الماغون، سكر الاسمر، سكر الاسمر. غادي نخدموهم شويه هكا، غادي نخلطوها تكون بنينه. شكون يخلط هكا؟ هاك خلط ورا ورا اول مره، دور زيد صافي. يلا هكا وراي كملت شويه، حركه مزيان، حركه مزيان. صافي نخدموها هكا. داك السكر الاسمر كيخلي لي كوكيز كيجيو شويه مقملين كروكون. ايوا مهم الا ما كانش غادي ديروا كاس كامل ديال السنيده. انا درت نص كاس، نص كاس صافي. من بعد ما خدمناهم واحد شويه هكا خلطناهم على بعضياتهم، غادي نزيدو، غنزيدو البيضه، غادي نزيدو بيضه بيضات ياك. وغادي ندير وغادي نديرو معلقه صغيره ديال لافاني، واو سلايم هذا كيبان بحال سلايم، كيبان بحال سلايم. هذا لافاني، غادي نحركم واحد شويه. هنايا غادي ناخذ بالطريقه المعلقه باش تخلط لي مزيان. نديرو ربع معلقة، نحركو مزيان على البيضة. شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو كاس ديال الدقيق، زيد ليا ريان كاس ديال الدقيق. و أنا ندير والو، كنعطيك وانا ناخذ. بلاتي انا نخلي هذاك هنا وملي نقول لك ديرو دير بلاتي. استنى ديروش سلام. هذه هي الاولى،
سميرة خمارة واحدة. برافو. وهذا ديروش كامل شوية شوية بس يلا كمل دابا كمل واحد شوية يلا دير شوية غادي نزيدو هذاك اللوز و الكركاع معاش انا والو كي دابا يا دابا شنو غادي ندير مزيان صافي دابا غادي نحركوه مزيان وغادي نجيبو لاطا اللي كتدخل في الراك نديرو كويرات نديرو كويرات ومن بعد نحطو في اللاطا نمشيو نديهم الفرن نمشيو نديهم الفرن حتى يدوبو كي جات غادي نجيب اللاطا اللي غندخلو الفرن ونتلاقى صافي هنايا من بعد ما وجدنا العجينه ديالنا ديال الكوكيز حيت هنا واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران هنا راه اصلا شعلت الفران خليته كيسخن فرشنا ليها البابي كويسون ياك دابا غادي نديرو كويرات كويرات بحال لي بولدوناج نديرهم هنا صافي نديرو القياس هكا اللي لقينا القياس اللي بغيتو الحجم اللي بغيتو انا غنديرهم هكا وغادي نحطوهم مع فيهم الزبده راه ما غاديش يلصقوا يلا ديرو نتوما ها غير بحال باتمولي انا شفت في السقفيه شي مشكل هكا كبر شويه زيد واحد شويه مازال هكا ها هي تنكبر شويه انا نشوفها برا نشوف شوفي نو ماشي هكا انا وريك اصبر تكون كبيره هكا اساس تكون بحال هكا نعاونك نعاونك واحده صيفطها هكا يلا عاوني يا ماما بعدو غير واحد شويه باش حيت غادي يلا ماما اجي هانت يلا زيد هكا صيب هادي غير شويه ها تخيل بيك بقيت عاونيني انا هم كنبقى نعطيك وانت هي هكا صيب لي هادي كور صيبها لا ما تحطوش قرابين ريان شوية كبير على هكا ولا خليه هكا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود أنا دابا تسعود أنا هكا صيبي أنت هادي يلا صافي هادو دابا اش غادي نديرو ليهم غادي ندخلوهم الفران غير واحد 5 دقائق نداوي القراصوم شويه وغادي نخرجهم ونركو عليهم شويه هكا بشي معلقه وغادي نزيد لهم من الفوق نذوقهم مازال بطريفه ديال الكركاع شويه باينين وهاد لي بيبي ديال الشوكولا الا بغيتو ما بغيتوش غادي تخليهم غير هكا كيما قلت لكم بالنسبه للحجم راه غديروا الحجم اللي بغيتو حنا درنا لهم غير بحال هكا دابا راه غادي ندخلهم الفران ومن بعد نخرجهم ونوريكم شنو غادي ندير ليهم صافي هنا من بعد ما دخلناهم واحد 5 دقائق الفران سخون كيطلقوا بحال هكا
الا كنجيبهم كنضغطوا عليهم واحد شويه صافي باش ما يبقاوش منفوخين. هنا كنعاود نزينهم بشويه ديال لا بيبي ديال الشوكولا والكركاع ولا اللوز ولا مهم البيس اللي بانوا النخاويين نديرو فيهم صافي. غادي نستمر هكا ونعاود نردهم الفران يكملوا الطياب ديالو. صافي من بعد ما درنا لي كوكيز طابو وخرجناهم باش يبردوا وجدناهم الكوتي، دابا غندوزو باش نوجدو العشاء. غادي نديرو دي ساندويتش بهذا الخبز ديال التاكوس. غادي نبداو هنايا، خديت قليت هنايا واحد شويه ديال الاستاك ديال الدجاج مي في ملح وبزار ودوزتهم في البيض وفي الدقيق وفي البيض ولا شابلور صافي. ودرت شويه ديال الفريت وشويه ديال الخس. غادي نحتاج انا عندي هنا جوج ديال لاصوص، عندي لاصوص اندالوس ولاصوص الجيريان. المهم هذه كتكون شويه حاره، هاد الجيريان ولا بغيتو ديرو حتى ديال لاصوص ساموراي حتى هي كتجي زوينه صافي. هنا غنصايبو ساندويتشات خفافين دغيا دغيا كيوجدو. غادي ناخذ هنايا الخبز ديال التاكوس، لاصوص اندالوس هي الاولى، ندير منها شويه لي ما كيبغيش هاد لاصوص ممكن يدير غير مايونيز. صافي غادي ندهن الخبز بيهم. غادي نجيب هنايا واحد طريف ديال العدد، غادي ندير شويه ديال الخس، الخس كيبقى اختياري، ممكن بغيت تزيدو الطماطيش زيدوها. غادي ندير شويه ديال الفريت، صافي. غادي ناخد الفرماج ديال الساندويتش، قبل هنا غادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص فوق ديال الفريت. صافي غادي ندير الفرماج وغادي نسد بالطريقه باش كنطويو التاكوس. صافي وها هو الساندويتش ديالنا موجود. غادي ندوزو في الاله ديال البانيني وغادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق اللي وجدنا اليوم انا والدراري. هذا الطبق ديال لي كوكيز كيجيو بحال هكا، راه كيجيو زوينين غير بالنسبه للطياب، ومره ما كياخذوش الوقت بزاف. واخا يبانوا لكم باقين رطبين غير خرجوا مره ما حدهم كيبردوا وهما كيقصاحوا، كيجيو شويه رطبين من الداخل وكيجيو مقرمشين من الفوق ومن الجناب، كيجيو زوينين. وبالنسبه للتاكوس اولا الساندويتش اللي درنا بالخبز ديال التاكوس كيجي بحال هكا، حتى هو راه كيجي زوين. رافقته هنا بسلطه ديال ماتاشا سوريزو والموتزاريلا، حتى هو راه كيجي زوين ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صافي هنا غادي نكملوا لا فيديو ديالنا، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم. سلامه عليكم.